ازاي تبسط نفسك في الزقازيق باقل مجهود. يلا بينا. بما ان الجو حر قوي في الزقازيق الايام دي، فكان لازم نبدا يومنا بمكان فيه بلبطه. طلعنا على مكان اسمه ازيو لايك، موجود اول طريق العسلوجي، في حمام سباحه حلو قوي. سعر دخول الفرد 120 جنيه، والاطفال الاكبر من 5 سنين 80 جنيه. تلبس مايوهك وتطلب لك واحد موخيتو وتعيش جو اللي انت عايش، تحس ان انت في شرم الشيخ مش في الزقازيق. دبشة واقعة في ترعة. حكم 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 طلعوه. بعد كده هتاخد بعضك وتروح على مكان اسمه كوزاكي هاب، ده موجود في صلاح سالم او شارع السلام. ده عبارة عن مجمع مطاعم وكافيهات، القعدة فيه حلوة قوي. طلبت معانا ناكل بيتزا وباستا، فروحنا عند بوستو عشان نجرب الاكل عنده. المنيو بتاعهم كان كبير ومتنوع، من اول البيتزا والباستا، وكمان كان فيه نودلز ووجبات وسندوتشات وطاسات الجبنة السايحة. وبمناسبة عيد ميلاد احمد، قررت اخده وابسطه النهاردة. وانتو كمان اي حد عيد ميلاده قرب اكتبوا له في التعليقات هاخده معايا الفيديو الجاي. ما كفايه بقى يا عماد، احنا حالنا فارين يا جدع. يا عم وانت بتيجي كل يوم. طلبنا حاجات كتيره، تعال اقول لكم طلبنا ايه بالظبط. اول بيتزا تشيز لافرز، ودي بتبقى متغرقه جبنه وعليها شرايح جبنه شيدر من فوق. تاني واحده وهي سوبر كرانش، بتبقى متغرقه كريسبي تشيكن من فوق، وجبنه كمان تشيكن نودلز كان شكلها خطير. وجبنه باستا اسمها اوفر دوز، ودي مكرونه وايت صوص جواها قطع فراخ وكمان بطاطس ومتغرقه بالجبنه الموتزاريلا. التشيز لافرز كانت متغرقه جبنه وطعم الريكفورد باين فيها وكانت حلوه قوي. والسوبر كرانشي كانت متغرقه برده جبنه موتزاريلا ومع الفراخ كان طعمها حلو قوي برده. والباستا الاوفر دوز كانت اسم على مسمى، كانت مخدومه قوي بس كانت تقيله جدا، احمد ما قدرش يكمل نصها. والتشيكن نودلز كانت عندهم رهيبه بجد، لازم تجربوها. وختمنا بقى بالتشيز فرايز بتاعتهم، كانت جامده جدا الصراحه. وكمان عرفنا ان عندهم فرع في المنصوره وطنطا وكمان في الساحل، كانت تجربه حلوه قوي. نحل بقى، رحنا على جراج 77، جبنا منه ايس كوفي وايس موكا، ولقينا عنده ميني بانكيك، قلنا نجرب من عنده اللوتس والنوتيلا. وكمان جبنا وافل تاور، ودي بتبقى وافل متغرقه باللوتس والنوتيلا وعليها ايس كريم من فوق. الميني بانكيك عجبتني جدا، بس اللي بالنوتيلا عجبتني اكتر بكتير من اللوتس. والوافل تاور احمد داس فيها جامد قبل التصوير وطعمها كان رهيب بجد، وكانت تجربه حلوه قوي وانبسطنا جدا.